صوتك بقى. الفجر كان في بلدنا يطلع يستخبى من الديوك لو صوتها تزعل تفتح، لكن الديوك صاحت بصوتها وجلجلت اول ما عرفت مطرحها ومهان عليها ومهان عليها تستر عليها وتريحها. على صوت أذانها قام وصلى السوق فرق وجابت معاهم العيال تقول يا رب ميت الفرق، وقام الفرق يشد فاسه ومكتفه وهب لأرضه عرجه ودمه لدي زرعة تشرفه أصمر بلون الأرض كان واجب فرق فاجد كرمه ومعدش يملك غير عفيته بص عليه عواضل وجل فاكر يا عم الأمر جاي كم هز راس وكبير وجه الخبر جه الندم من غالية مصر السيدة تنده بصوت مليان أنين تلم ولادها العطشانين دم الصهاينة الملعونة. على طول ما كدبش الخبر وقال خاطرنا هينجبر وطلع وحزم هدمته نوى الرحيل ركب وراح على وحدته بيقول يا مصر بيقول يا مصر بتبكي ليه ولدك أصيل وده القرار يقول خلاص عادش ينفع الهزار الدمع جامع للفرد وحلف بعمر الغالية مصر لا بإيده يسقي الصهاينة نار تاكل بطنهم بالغضب تنضح شرار. عبر البطل عبر البطل والله أكبر كالطريق وسكته رفع العلم على أرضه بعد ما فرجته لكن رصاص الغدر صاب شربت دماغ الطهرسين وبكت عليه بالفرح مصر وقالت يا ولدي عدت تاني هنحن ده اليوم هدتني أغلى مصر يمو الشهيد قوم افرحني يمو الشهيد قوم افرحني وتزيني ولدك بدم وحرارة ما عادش يقبل تاني أسر ما عادش يقبل تاني أسر. شكرا يا عم شكرا يا عم بس يا ريت تبقى تجيبوا المكتوبين بقى إن شاء الله. طيب يلا يا عم مجدي يلا عشان خاطر نخلي المزيكا تستمر بعدك بقى. مجدي السعيد شاعر عمية مدير التمرينات طبعا ليا جوان وش الارض وانا موجود دلوقتي في مركز الاعلام والثقافه وفي ديوانين تحت الطابع ديوان الطمي وديوان حواديت ناقصه عن الصوت موجود في النشر العام. عظيم. الاول انا بشكر طبعا الرائد المدير استاذنا الاستاذ سمير عبد الباقي. لا لازم الشكر الحقيقه عليه بس على بنشكر اللي حضر اهتمامه اولا بتواصل مدير وإن فعلاً مفيش دايرة من غير مركز كلنا بترجع حصولنا للرواد والأدب الشعبي وعشان ذكر الغيرة من النهاردة اتكرر كتير فأنا هقول لأول أسيد المرأة المصري العامل المصري سكنين على للعتب وأنا اللي بانيها فرشين مفارش قصب ناسك حواشيها أنين سوائي ذهب وأنا اللي أدور فيها من الصباح للمساء والمطرقة فيدي صابر على دا الأسى حتى نهار عيدي ابن السبيل انكسى واسحب هرى بيدي حتى الأسية وأنا راحل فايدني لا جزء تزيد بس انت عشان في بيت بيقفل المرأة دي مهم بطني الثاني يا رب ما هوش عايز عندي في يوم تفنيتي ما لقيتش اكفاني حتى الاسية ولا راهل بس اول كوبري على فكرة اول قصيدة قريتها وحبيتها وحفظتها انا اسف ان انا يا ريت تراجعها وتبقى تراجع لنا قصايد كبيرة كده طبعا وتبقى قبل ما تقول في المرات الجاية تكون قصيدة كبيرة دايما بس تبقى حافظها شرفني طبعا الله يتفضل على استاذنا الكبير طبعا ربنا يخليك يقول ان بيرم هو اللي خلانا نقلص على حمايمنا نقلص على مريمنا يلا
اكبر عشاني يا علي، قلبي ارضك عيني بحرك، امشي فيهم يا علي، طاولني اسبق خطوتي، وقعني في الحفره، عريني لو حبيت، بس اوعى تنسى يا علي اني اساس البيت. قصيده بعنوان سنين للبيع، وغدال سنين للبيع وغدال شهداء الثوره. صف عيونك من ميتها، اللي ما شافت غير ميتها، حلم عجوز دبلان وفقير، حتى الضحكه بكت ورمتها. صف عيونك من ميتها، غارس فيك مسمار الجهل، خلي الشمس تخش الجسم، خلي الدنيا تقول كلمتها. ود اخوك شفت الشهداء ضحوا عشانك انت وابوك، جارك ليه تقفل له الباب، بعد الثوره مفيش ابواب، لم سنينك من اخرتها، واقف لسه محلك سر، شايف لسه خيال الماضي، خايف ليه من الخطوة الجاية، دوس على الماضي بقدمك مر، قوم تنفس شهد ربيع، واضحك تاني بدون تمييع، ولا تبكيش على شيء بيضيع، اللي بيخرج من الرئتين هم سنين واقفين للبيع. ورد السادس.